هادو كلهم اللي هنا راه كلهم عندهم مشاكل. كلهم ماشي غير نسبو وحده، راه ولكن كيمرقوا هذا. ها كيمرقوا. كيفاش كيمرقوا؟ وكيحشموا زعما كيبغيش بنادم يهضر على راسو، راه شنو ولا مضرور، هو مضرور من الداخل وما كيهضرش على راسو. وانت شكون بغيتي يهضر عليك؟ واش هذاك الشيء يجي ينزل عليك من الفوق وانت تهضر على راسك تخلص؟ انا راه كنهضر على المشاكل العائليه، راه اللي جيت نهضر لك على شي حاجه اخرى راه مشكله. والله خليني ساكت والله مالك، انا غير مرتي انا رجع ليا صافي، هادشي اللي باغي، ما باغيش شي حاجه. راه هي دابا اللي كانت كتسمع هي راه كتعرف، حتى هي راه كتبغيني وكتموت عليا، سمعتي؟ صافي بالرجوله رجع عندي ونجمعو. طالع لك الدم يخرج. معصبة. بالك مشاهدي موقع شوف تي في، احنا مازال مع تسمك الله بيضا. حموده والركس والركس عليها. انا مازال مع حموده، الزوج اللي كيموت على مرتو، اللي قال بانها طاليانيه زوينه كيموت عليها وكتموت عليه. صدع باغي مرتو، جيبوا ليه مرتو. تبعوني عليها اخويا، تبعوني على الناس هادو، تبعوني على مرتي، تبعوني على ولادي، عندي زوينين ما عادش داروا لينا وفرشكونا. اخويا نهضر دابا، غنهضر مع مرتي ديريكت الا كانت كتسمعي. انا غنعيط لها وغنعطيها هذا الفيديو هذا، غتشوف ونقولها باش تعرفي راسك راك تلاحينا هاد فلومون كامل، فهمتي؟ باش تعرف راسك، راه تباها اللي تصدق راه هضرت عليه، وديك مرت باها اللي طلقاته راه هي هضرت عليها. يعني انا راه باغا الصراحه، راه كاينه القبر، القبر وكاين الله، ما كايناش شي حاجه اخرى، فهمتي؟ يعني تيا وكوني في شكل هذوك اللي كيبخوروا فيك كيعمروا فيك، هذوك اللي كيعمروا فيك كيميزيو فيك، ما ميزيوك ما يعمروك مع والو ولا اش. رجع ليا وخلينا نقعدوا مع الوليدات وبعدوا احنا من اناسي، قلت نبعدوا من اناسي، غنبعدوا من اناسي. دابا تقدر دير اي حاجه على قبلها، اي حاجه ندير على قبلها، نقدر دابا نقطع ودني الله يرحمه، نديرها بورتكلين. ما عنديش مشكل، كنهضر معاك. سلل الشيطان، كنموت عليها. وتتموت عليها تقطع ودنك باش تسمع. عندي هي وامي، هادشي كله على الحب. يقول لك الحب ما كاينش، لا الحب حب ديال الكبار، ماشي ديال هاد البيبي ديال دابا، ديال هاد البراج ديال دابا، ديال كوبرا سيرفيت لاكوس حق عين ديابات. انا راه بغيت مرتي هادشي في 94 كنقول لك، يا ما تحسني وعمرو دابا ولا السماسي ولا تناجاش وحتى بوه، ما عندناش حنا مع داك الشيء، حنا عندنا مع الروح، حنا رجال كبرنا مع الرجال من الاخر، حي محمد فدار مولاي شريف، فهمتي؟ كانت هي اللي كتقول ليه فيك، كيقول لك فيك تسكن، كتقول ليه ولد الحي يكون مع شنو كيقمز، والله حتى كيقمز بالله. علاش؟ حقاش الحي كانوا فيه رجال، خرجوا منه فنانه، خرجوا منه كواريه، سياسيين ورياضيين، خرجوا منه مع شنو هذا العاد المذنب اللي كيهضر معاك، كنت كواري، كنت كنلعب في الطاس، من الطاس مشيت للراجا. واش ما كملتيش مالك؟ علاش ما كملتش؟ الحشيش والقرقوبي عندنا في الدرب. شحال هذه؟ شحال هذه هذا الشيء؟ وكنت كناكل جوج سنطات اللي كنت كناكل ديال الثاني. قلت لك 50 غرام ديال الحشيش. ما ندمتيش؟ ما ندمتيش على الكره؟ ندمت اصاحبي، لا بيرمي لا صنعاء لا حرفه لا والو. المهم الرجوله. ودابا خمس سنين وانا كندفع في السيفي، دافع مع شي 7000 سيفي. او خمس سنين اصاحبي ما كايناش الخدمه. تقول شي واحد غيبقى يضحك عليك اصاحبي، عايب حشومه. الشركه اللي كتعيط عليك كتقول لك موسخ انت، انت مدوز الحبس، وتالي هذا الوسخ غيتحيد. وصافي حنا درنا الوليدات دخلنا سوق راسنا. او بغيتو تعاونوا معانا نديروا حنا شي حاجه، بغيتو نبقاو طايحين وتزيدوا تطيحونا، وباغي تفرشكوني مع مرتي. دابا انت دابا هاد القضيه شكون اللي بغى يفرشك مع مرتي؟ قلتي مرتي باها السحر، انت دابا كتقول السحر. دابا هادشي امتى بان؟ ملي مشينا قبل من العيد كبير، مشات هي عيطت عند باها وانا عيطت عند امي، صافي وتبان الرمانه تفرقعات ملي طلقاته السيد تصدق دارت لي شي حاجه، رجعت انا الكاميرا اللو. عندهم كيعرضوا علينا كيخدموا فينا وحنا ما على بالناش، دكاله ماشي دكاله كلهم، شي وحدين، فهمتي؟ هذيك الماكله اللي كنا كناكلوا، حتى كتحط لك الشلايط، كتحط لك البيض، كتحط لك البيتزا، كتحط لك الفريز، هالحوش هالمناضه هالعصير، وانت داك الشيء اللي كليتيه غيضرك في المعده كامل، خاصك تحط لك شي حاجه. وكتقول لها كنقول لها نوال اش تاكلي؟ كتقول لك لا ضراني المعده. نوال اش لا حق المصران لا حق الودن
وتي سيري يقول سيري خلينا من هذاك الشيء ديال والو، حنا يلاه عقلنا دابا بان هي اللي دايره لنا القالب من الاخر. ودابا كنقول مرتي انا عليك انت كتسمعيني يا ساره وعاقي عاقي باك باش تسطع سطع تمو مرتو ياك وعاقي راه انا وياك راه مخدوم بيه. انت ديما تقول الله اعلم تقول الله اعلم يعني ما تساهمش والله اعلم هي راه قلنا الله اعلم، ولكن راه دابا دابا ملي تلقاته بسيمانه تسطى السيد كيبغيها ولا لا شنو كاين؟ لا ما مش كاين لا هادو واعرين صاحبي سحارة صاحبي السيد عبانو بيه بانو فيه علامات ديال السحور، حنا كنعرفوا السحر كي اللي كيبان عليه اللي كيبان عليه السحر، راه انا داروا ليا قبل ما نعرف مع مرتي داروا ليا ولاد قحاب السحور ناري ناري سمعتي داروا لي السحور سمعتي وسطوني تخسر الهضره انا خرجت عفويا هاني سمحوا ليا كاع كاين هاد الولاد الناس سمحوا ليا خرجت عفويا الكلمه راه كاع بنادم كيكون مريح مع دارهم راه كنكون مريح انا مع امي وكنسمع الهضره خايبه كنوض كنزيد في التلفازه باش يعني هادشي عادي عندنا علاش عندنا المجتمع اخويا كلشي حاق كنطلبوا هاد العذر من المشاهدين يعني زلت لسان المهم سمعتي راه كلشي حاقد راه اللي هضرتي مع دري صغير غيعرف لك شناهو دابا كاين خصوصا مع هاد كورونا هادي ورقات ليا بنادم كلشي تورق وبنادم كان خدام في اداره في المطار ومرسو من اللي رايح من الخدمه مرسو ما عقلاش عليه قالت لي نوض جيب لينا ما ناكلو ولا خليني انا نوض نجيب وفهمني انا فين هضرت لك اصاحبي فهمت راه عرفتي شنو هو اناسي عرفتي شنو نايت فيه راه الفساد زايد ناقصه ودبروا الراس ونشغلوا مع داب فهمتيني انا كنهضر على راسي وكنهضر على مرتي وكنهضر على ولادي صافي راه مرتي حتى هي ماشي خاطره ملي مبعده مني راه مبعدين هما مبعدين مني دابا دوي بلا ما تعصب بلا ما تخسر الهضره ما كنتعصب ما والو انا هكا انا بحال ما هكا انا كنت افا سونتر هذيك افا سونتر هي اللي كتخليك هذيك فهمتيني كتعرف مين هو اللي ديال الراجا رجاوي انا يا عشيره فهمتيني انا شويه وقع انا دمي سخون انا بحال ما وقع انا كنشوف شي حاجه من الشتا ليه عز عليا هذيك النهار نهضر عليها وراه قال لك الله سبحانه وتعالى اش قال لك؟ قال لك اذا شفت شي منكر غيره مشي لعايبه بلسانك بودنك بعينك بشي شويشيه فهمني وانا نزيدك واحد كلمه اخرى قلبي بيض فهمتيني قال ما عنديش مع هذيك قال لك يعلم موافق قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا هادشي اللي كاين اخو انا دابا كنقول لمرتي راه انا وياك راه موكلين ولاد الحرام انت شوف انت وليت كتخلعني لا موكلين صافي موكلين هاد الناس موكلين يعني انت يا مرتي عيقي وتعاوني معايا ورجعي ليا وبحال ما كاين والو فهمتيني راه كنموت عليك احبي والله حتى كنموت عليك بالله راه 10 ديال 4 ضربه في الزيرو راه عيب راه بغاو يفرتشكونا صاحبي حشومه كاع عيب خصوصا هاد القنت ديال اناس ياد كنا كانيبال والله حتى الكانيبال بالله تما الفوق شوف بلا ما نتهموش شغلهم هذاك يدبروا الراس لا ما نقولوش للاحياء ولا الناس حيت كاينين شوف كاينين الناس زوينين تما كما وكاينين الناس خايبين حنا رجعنا للعيب اللي باغي تقول انت فهمتي كاينين الناس زوينين وكاينين الناس خايبين دابا من الاخر فهمتيني باغي مرتي تعيق حتى هي بان راه واكله هي السحور حتى هي راه بحالي واكله ولا ما عرفتش شناهو هو هادشي ولا ما عرفتش علاش راه منك كنا مصاحبين ومتابعين علاش؟ عاد كيقول لك هذاك علاش علاش؟ سنانو طايحين لحقاش هادو راه ماشي سنان مركبهم عندك حيتيهم ولا شنو؟ تطيحوا ليا بالقرقوب والحشيش اوكي فهمتي؟ ما بقيت كندير والو ولد جويدات زوين واخذ مرا زوينه تابعيننا عليها كنكسي وليداتي من المدينه من اسيمه من ياتو من المهم هذوك البلايص الفسرين من مارينا كذا هادي مرتي جاي مكسيه زوينين بخير كنخرجوا بجوج زوينين كندخلوا بجوج زوينين دايرين علينا ها كنقول لمرتي عاقي دابا انا ملي كنهضر معاها هاي راه عندي النمره ديالها راه البارح عادي باش كتعدى مريح مع ولادي وكذا وهادي وكنهضر معاها ماشي مريحه في الدار اللي كنا اللي عاطينا عمتها البارطمان ديال عمتها لا البارطمان ديال عمتها اش دارت لها ملي هي فهمتيني ميزوها ميزوها اش دارت سدات لابارتمان مشات للمدينه عند باها باها عمر لها راسها عاد ما تاش قالت لها قالت لها كري هذيك البارطمان كاريها لواحد جوج فاسيدات بحال ما هكا دقيت بحال ما هكا في الباب علاش دقيت في الباب حلت عليا خويا وحده هذوك الملابس الداخليه والله الا بيكينو سوتيا ما المهم دوز دوز زيد المهم ما فهمنا دخلت ما فهمت والو قلت لها لا اختي ما ندخلش تولي دايره لي القالب انا مع مرتي صيفطيني فساد وانا داخل انا نشوفها بولادي هي تقول لي حق راه في المدينه راه مشات للمدينه طلعت للمدينه المدينه تا هي اش نقول لخويا دله
وقالت لك كري لي فيها اخرين بلي راجل وعارف هذوك الاخرين عاد هذوك الاخرين زايدين نخزه واحد من هنا ديز الاخر غادي من هنا الاخر غادي من هنا الاخر غادي من هنا الفيروس بحال قلت لك كورونا داك الفيروس منتشر غادي هذاك الشيء كيتطلق عندهم هذاك الشيء عادي تما ماشي كلشي انا ما كنهضرش على الناس كلشي ديال المدينه القديمه كنهضر على واحد فئه كيفاش كتعامل معاه في الدار مرتك ما كتعاملش معاه بحال موكاك هذيا كتعامل علاش دابا انت هكا عايشين كاورين بحال نكازه كتلبس ليا باق الدن كدا هادي الدن كطيب ليا نطيب معاها نشر معاها نطلع معاها ننزل معاها المهم حبي كنموت على غديري معايا شي حل المهم فيقي ماشي زعما كاين غنضربك ولا غير فيقي راه كيواكل حتى تسحور فيقي واش يبين الوليدات وخلنا نتجمعوا وخلنا نمشيو قلبوا على راسنا وشو دابا الشهرين انت دابا عارف الشهرين دابا خسر فيها شحال اخويا الشهرين والله ما نكذب عليك الا خسر فيها شي 7000 درهم اشراب وانت دابا قلتي قطعتي ورجعتي ورجعت لي بهاد المشاكل هادو يا ولا سكت قاد امورك والغد كان قاد اموري مع الصباح كنصلي الدور كنصلي العصر ما كنعرفش كيفاش كان تيجي في الشراب كنبدا نشرب في الشراب شهرين دابا انا قاطع 8 سنين لا هو لا فانيد لا حشيش لا مابقاش كندير والو بعت راسي تفرق لما دوزت الحشيش دوزت كلشي وليت باغي توبه نصوحه نتوب عند الله صافي وشي خدمه صافي هادشي اللي باغي من عندكم ما باغي اه ما باغي والو خمس سنين وانا كنقلب على خدمه ما لاقيهاش ترى تقول شي واحد راه ما عارش اخويا والله تادبنا ولا عيطوا لك يقول لك تجيب لنا ورقه ديال الوسخ راك موسخ انت ما غاتخدمش انا موسخ ضارب عليك هو موسخ انا والمسكينه وتسنس والله ما نكذب ولا هضر بلا اعصاب ما كنبغوش نلبسوا ديك البياس اللي قبيح حقاش دابا انا ما كذبش عليك انا ومرتي دابا انا خارج مصاربات ب 1000 درهم ب 1000 درهم ومرتي حتى هي علاش كتاخذهم غاليين؟ علاش كتاخذ الحوايج غاليين؟ حقاش انا 13 عام مات لي الوالد بكسيده خرجنا الدية في 74 مليون عشنا 74 مليون في 94 اش كان الحسن الثاني راه كانت دار دايره 12 مليون سمعتي كانت امي كتمشي للقريعه كدي معاها مليون كتكفيني بيه ضربت الفلوس غير حوايج لا حوايج وماكله وشوكولاته مرشديله وكنت كتمشي للشمال كدي معها 4 مليون كتجيبها شوكولاته مرشديله وكبرنا بها به خير حتى دار ما خديناش فهمتيني ايوا هو الغلط هو ولكن امينيه ما انانيه باغا تكبرنا ديك الساعه باقي صغار حنا اربعه الخوت وكانت شي بنت الشيطانه راه غدير شي ربعه ديال الكره مريحه انا في كرسي وكنسيني بحال موقف السيد واش فهمتي هذا هو الغلط وحتى تما كاينه فاش كنا في دار موليسرين كانوا السحارات معنا في الدار ولكن لا يفلح الساحر من حيث اتى وكاين الله سمعتي الله كاين اخويا المهم انا كنقول لمرتي جمعي راسك وفتاه تكيسي عليه شويه بقيت تقول لي هذيك كري لي بارت ما دير لي هادي هادي انت راه عارف انك معمريني انا ما عرفتهم هادوك ولا هادوك راه الدق تخلط عرفتي ملي كيتخلط الدق على بنادم راه كيولا يزغرت ويغني ها بوحدو الله ما عيق واحد شويه رباك راك شتي هاد تباك طلقات امو تسطى مرسو طلقات امو تسطى يعني حنا شبعانين واكلين وديري الرقيه ولا ديري شي حاجه ولا ديري شي شويشيه انا راك تخريسكي كنقول لك ريسكيت في طنجة قبل ما نعرف مارشي ودخلت الماء بحال ما كندرع وشدونا البوليس وسط الماء وسط الماء غاديين بينا بديت كنلوح بالخيوطة أنا ديك الساعة عندي شحال عندي 15 عام كنت باغي تحرق؟ كنت باغي نمشي للغربة ولكن أخويا ما سهلش من الله وهادشي اللي كاين أخويا نقول لك سخفت دلة ما باغي والو باغي مرتي أنت أنجيك باختصار وما وتاخسي وخسي مدي ليا مرتي ومدي ليا ولادي الله يكون في العون اخويا وما فاهمين اختي راك نهضر وكنهضر على راسي انا انا ماشي بلا داك النوع اللي ساكت ايه خلينا نهضروا سمعتي اخويا باغي مرتي ترجع بحالاتي شعلتني لا باش اخويا انا مرتي كنموت عليها كنتوفى على مرتي وانت مرتي ترجع لي صافي هادشي اللي باغي انا راه هي عارفه واش مشيني عارفه شنو هو كاين يعني تكيسي معايا تعاوني معايا صافي انا راه ما مقرقد ما كنتقرقد ما كناكل فانيد ما كندير حتى شي حاجه ما كتشرب معصب ها كتشرب معصب شراب يلا وليت كنشرب وتشرب وحبس كلشي خصك تبعد من كلشي دابا اليوم ما غنبقى ندير والو شي ملي هضرتو معايا وكذا غنفراري غنتوضى وغنمشي نصلي
صافي ما تشربش في العشيه والله ما نشرب بالله والله ما يجي في قد امورك وشوف انا شربت انا راه مشكل لا مشكل فهمتيني الله يصوب لك ان شاء الله الله يصوب الله يصوب غنمشي غنتودى ونصلي ونعبد الله ونبعد اخويا بغيت مع واش خديمه بغيت مرتي ترجع عندي صافي حتى ديك الخدمه بلاش عندي مارشي دجاج قالبي كنمشي كندبر فيه على راسي هادشي اللي كاين اخويا ولكم واسع النظر راه نتوما غتحكموا يلا اخويا الله معاك. اذا مشاهدي موقع شل تي في فيديو مثير حاله سيئة حاله اجتماعيه واحد كيموت على مرتو باغي مرتو عنده مشاكل مع مرتو حاز دينو المهم هادشي على حسب القول ديالو نتمنوا ليه خير نتمنوا يكون الصلح بينه وبين الزوجه ديالو ان شاء الله تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك